في الفقرة دي تحديدا هنتكلم عن مبادرات صحية غير مسبوقة، حقيقي خففت كتير قوي من معاناة المصريين. جمال المبادرات دي في ان هي شاملة متنوعة، ده طبعا في اطار استراتيجية متكاملة لصحة 100 مليون مواطن مصري مجانا. القصة ابتدت بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، تنوعت المبادرات بعد كده وتنامت وتعددت، من أول مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مرورا بمبادرات صحة المرأة، مبادرات تانية كتيرة اشتملت تقريبا على كل الخدمات الطبية اللي ممكن حد يتخيلها. يمكن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية واحدة من أكتر المبادرات خصوصية، لأن هي بتستهدف اكتشاف الأمراض اللي هي ممكن أو في احتمال تحصل قبل ما تحصل، بتتنبأ بيها بدري فبنقدر نعالج بدري. الفقرة دي هنتكلم عن ايه هو جديد مبادرات دعم صحة المصريين مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. اهلا بيك يا دكتور حسام. اهلا وسهلا استاذ ايمن. اهلا دكتور حسام وشكرا لوقت حضرتك، بس احنا في فترة محتاجين نرد على شائعات كتير. الحكومة عاملة مجهود كبير جدا عشان صحة المصريين وخصوصا الناس اللي هم الغير قادرين، وضح لنا قد ايه المبادرات دي ساهمت بشكل كبير للتخفيف عن المعاناة. الحقيقة أنه مبادرات السيد الرئيس المرتبطة بالصحة العامة هي واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ منظومة تقديم الخدمة الصحية في مصر. يعني خلينا نبدأ كده من البداية، بنقول أنه في البداية هي أسرة مكونة من أم وطفل وأب. الطفل قبل ما يبقى طفل كان جنين، فكانت البداية بمبادرة السيد الرئيس لصحة الأم والجنين. صحيح. اللي هي بتشمل الكشف على الأمهات اللي ناويين يبقوا أمهات، التوعية المرتبطة بإيه هو السن المناسب للحمل، إيه هي الفترات البينية المناسبة بين كل حمل وحمل، وهي حامل بيتم الكشف على صحتها اللي هي المتابعة الدورية. صح. للأم الحامل والطفل، والتوعية طول الوقت يعني والمتابعة بشكل مستمر والتوعية بشكل مستمر. طيب الحمد لله ربنا رزقها بالطفل، فأول حاجة بتتعمل هي الكشف زي ما حضرتك كده عن الأمراض الوراثية عند الأطفال. في ناس بتسأل يا دكتور حسام إيه هي الأمراض الوراثية، عشان يعني برضو ممكن إحنا في 19 مرض من ضمنها الثلاثيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط، في نايل كيتونوريا، هي مجموعة من الأمراض الوراثية الكثيرة يمكن لها أسماء علمية معقدة. أيوة. اللي منها الأنيميا المنجلية، يعني الأمراض المرتبطة بالعامل الوراثي اللي ممكن اختلال الغدة الدرقية، اختلال غدة النمو، في 19 مرض بيتم من خلال فحص للدم للطفل أول ما بيتولد. صحيح. ودي واحدة تانية، يعني أدي تاني مبادرة. هل في عوامل معينة يا دكتور بتساعد على ظهور الأمراض الوراثية أو وجودها من البداية؟ يعني كلنا أصبح الآن من المعروف من الطب بالضرورة عند كل الناس إن واحدة من ضمن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية في المجتمعات الشرقية هي زواج الأقارب. زواج الأقارب بيحمل في طياته احتماليات وجود إصابة بأمراض وراثية. بنسبة قد إيه يا دكتور حسام؟ لا بنسبة يعني إحنا حسب كل مرض ما فيش حاجة واضحة، لكن إحنا عندنا ارتفاع في كثير من الأمراض الوراثية. وأدي لحضرتك مثال مثلا بضعف السمع. ضعف السمع المتوسط العالمي بنتكلم في 1 لـ1.5 في الألف. إحنا الرقم عندنا بيقرب من 3 إلى 4، فيبقى عندنا 4 أضعاف المتوسط العالمي. ده ممكن نتفاداه بالكشف الصحي والشهادة الطبية الأول لو لابد من زواج الزواج. لأنه هيبقى أنت مقدم على بينة وتبقى الأمور واضحة يعني. تمام. المبادرة الثالثة برضو في مرحلة الطفولة اللي هي بعد الولادة على طول، الكشف المبكر عن ضعف السمع أحد المبادرات الرئاسية. طيب. ورعاية المبتسرين كمان اللي هم يعني بيتولدوا بدري. الحقيقة إنه إحنا اللي بنخلق المشكلة. إحنا عندنا مشكلة حقيقية في عدد الأطفال اللي بيتولدوا اللي بنسميهم الخداج أو المبتسرين، بسبب إن إحنا
واحدة من أعلى الدول على مستوى العالم في الولادات القيصرية. فإحنا اللي بنروح بنفسنا وإحنا اللي بنطلب. والنهاردة الفتيات والأمهات المستقبل بيبقوا قاعدين مرتبين مواعيد الولادة بناء على الولادة القيصرية. ما هو ده يا فندم، أنا مش عارفة أسميه كسل ولا مش عارفة أسميه إيه، يعني يمكن أنا كان ليا تجربة في أمريكا وقالوا لي ما بنعملش ده أصلا عندنا إلا في حالة إذا الأم عندها مشكلة في القلب أو عندها مشكلة صحية ضخمة ممكن تتأثر بالولادة الطبيعية، غير كده ما بنعملش ده. هنا فكرة إنه بقى ممكن تقول لك لا أنا هفضل قاعدة بقى أتألم وبتاع، أو إن الدكتور هيفضل قاعد جنبي بقى مستني لما الطلق ونخلص من الطلق والكلام ده كله، فبتستسهل، فده بيؤدي المشكلة.